بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلاب محاضرة الفصل العملي الثانية. راح نتحدث بهذه المحاضرة عن الهيموتولوجي اللي هي أمراض الدم. Can be defined as the scientific study of blood and the tissue that make it. يعرف على أنه علم دراسة الدم والأنسجة. There are main fields in laboratory diagnostic for hematology. عندنا الفحوصات المختبرية الرئيسية لأمراض الدم تقسم إلى أربعة أنواع. يكون النوع الأول اللي هو روتين هيماتولوجي، الفحوصات الدم الروتينية اللي هي يجري فحص كامل للدم مثل full blood examination اللي هو فحص الدم الكامل. أما الفحص الثاني اللي هو coagulation test، فحص التخثر اللي يقيس زمن تخثر الدم عند حصول جرح في الشريان أو الوريد. أما النوع الثالث اللي هو blood bank اللي هو نفحص اللي هو بنك الدم اللي نفحص من خلاله نقدر نعرف على فصائل الدم. أما النوع الرابع اللي هو special test preformed only when required، هذا فحص خاص يطلب عند الحاجة. هسه عندنا الهيماتولوجي أمراض الدم. شنو يعني هيماتولوجي؟ يعني علم دراسة الدم والأنسجة. وعندنا مثل ما وضحت لكم الفحوصات المختبرية الأساسية لأمراض الدم اللي هو الروتين هيماتولوجي الأول، وكوغيوليشن الثاني اللي هو فحص التخثر، وأما الثالث بنك الدم، والرابع سبيشال تيست الفحص اللي يطلب عند الحاجة. السلايد الثاني وضح لنا البلاط اللي هو الدم. البلاط is the red fluid that circulates in our blood vessels, venous and arterials. الدم شنو دم؟ الدم هو سائل أحمر يدور في الأوعية الدموية اللي هي venous الأوردة and arterials الشرايين. وظيفة الرئيسية للدم the main function of blood is to act as the body's transport system. وظيفة الدم الرئيسية هو جهاز نقل في الجسم، ولكن إلى وظيفة أخرى اللي هي but it also has a major role in the body's defense against infection. إلى وظيفة ثانية اللي هي يكون وظيفة دفاعية ضد العدوى في الجسم. ممن يتألف الدم؟ الدم يتألف من cells and plasma اللي هي خلايا وبلازما، وتكون حاوية على بروتينات sugar water. شنو الخلايا الرئيسية للدم؟ عندنا ثلاثة أنواع من الخلايا الدم blood cells، اللي هي النوع الأول البليتة help the blood to clot، الصفائح الدموية اللي تساعد على التخثر. clotting stops the blood from flowing out of the body when a vein or artery is broken. اللي الصفائح الدموية اللي تساعد على التخثر اللي يحصل تخثر أو جلطة للدم، التخثر اللي يمنع تدفق الدم أثناء حصول جرح في الشريان أو الوريد. أما النوع الثاني اللي هو red blood cells خلايا الدم الحمراء carrier oxygen، هي تكون ناقلة للأكسجين، وظيفتها الرئيسية هي نقل الأكسجين. they each have a lifespan of about 120 days، يكون عمرها حوالي 120 يوم. red blood cells are also called erythrocytes، وتدعى الأريثروسايتس. أما عندنا النوع الثالث اللي هو white blood cells responsible infection، واللي هو خلايا الدم البيضاء واللي تكون مسؤولة عن العدوى، وكذلك تدعى الليكوسايتس. بس ايش عندنا الدم؟ الدم هو عبارة عن سائل أحمر يدور في الأوعية الدموية أوردة وشرايين، وظيفته الرئيسية اللي هي يكون جهاز نقل في الجسم، وكذلك إلى وظيفة أخرى اللي هي تكون وظيفة دفاعية ضد العدوى. يتألف من خلايا وبلازما، يكون على عبارة عن ثلاث أنواع من الخلايا اللي هي البليتة الصفائح الدموية
والنوع الثاني اللي هو Red Blood Cells اللي يكون هو خلايا الدم الحمراء، والنوع الثالث اللي هو White Blood Cells اللي خلايا الدم البيضاء. عندنا السلايد الثالث يوضح لنا البلاد سامبلنج اللي هي عينات الدم. عندنا ثلاث انواع من عينات الدم اللي هي اولا الهول بلاد، واثنين البلازما، وثلاثة السيرم. الهول بلاد اللي هو الدم الكامل اللي ينسحبه من المريض، هذا شنو استفاد من عنده؟ بريفورمينج كومبليت بلاد كاونت، نجري من خلاله فحص الدم الكامل اللي هو بلاد فيلم فلمس اللي هو في فيلم الدم، اللي هو يكون عبارة عن فحص كامل لجسم لأمراض الدم. أما النوع الثاني اللي هو البلازما، البلازما is the fluid content blood cells اللي تكون حاوية على ال RBC والوايت بي سي والبلات اللي هن خلايا الدم اللي وضحتهن سابقا بسلايد السابق. أما السيرم اللي هو is the fluid remain after separation of the gout when the blood but in the tube without anticoagulant. أما السيرم وهو السائل المتبقي بعد حصول تجلط في الدم. وهذا شنو نستفاد منه؟ بالعديد من الفحوصات اللي هي منها الكوليسترول، الدهون الثلاثية، باختلاف أنواع يعني أكثر من فحص. هسه شنو عينات الدم؟ عندنا على ثلاثة أنواع من عينات الدم اللي هو الدم الكامل اللي نجري منه بلاد فيلم اللي هو فيلم الدم، والبلازما اللي يكون حاوي على RBC والوايت بي سي والبليتة، والسيرام اللي هو السائل المتبقي بعد حصول تخثر في الدم واللي نجري منه العديد من الفحوصات. السلايد الرابع اللي هو هم يتحدث عن البلاد، يتحدث لنا عن كونتينز بلازما، محتويات البلازما اللي يكون 90% ووتر ماء، و10% من غازات متبقية اللي هي وكذلك نترات، انزيمات، هرمونات، واند ووست فضلات. وكذلك يتحدث عن كونتينز ريد بلاد سيلز اللي هي محتويات خلايا الدم الحمراء اللي هي also called erythrocytes اللي هي دائما تدعى الارثروسايتز، هذا الاسم الثاني اللي هو لخلايا الدم الحمراء، وتكون وظيفتها الرئيسية اللي هي مثل ما وضحت لكم carrier oxygen without the protein hemoglobin، بالإضافة إلى الهيموغلوبينات. التيوب الواضح أمامكم اللي هو الجزء الأصفر اللي شكلنا بلازما بنسبة 55%، أما الخط الأزرق اللي يفصل البلازما عن الريد بلاد سيلز اللي هو يحوي على وايت بلاد سيلز اللي هي خلايا الدم البيضاء، وبالإضافة إلى البليتة اللي هي الصفائح الدموية. أما الجزء الأحمر المترسب اللي هو يكون ريد بلاد سيلز خلايا الدم الحمراء، وتكون نسبته حوالي 45%. السلايد الخامس سيرم بريبريشن اللي هو تحضير السيرم. هسه شلون نحضر السيرم؟ السيرم نحضر اولا collect whole blood in a covered test tube، نجمع الدم الكامل بتيوب مغطى من الاعلى بي covered test tube. بعد ما نجمع الدم الكامل راح نوضح النقطة الثانية اللي هي after collection of the whole blood allow the blood to gloat by leaving it at room temperature. بعد ما جمعنا الدم الكامل ووضعناه بتيوب راح نتركه بدرجة حرارة الغرفة لمدة من 15 إلى 30 دقيقة. بعد ما تركناه بدرجة حرارة الغرفة راح نزيل التخثر بالنقطة 3 اللي هي remove the gloat by centrifuge، راح نزيل التخثر بواسطة جهاز الطرد المركزي بسرعة 3000 بالدورة لمدة 10 دقائق. بالنتيجة راح نحصل بالنقطة 4 the resulting، نحصل على السيرم اللي يكون طافي نحو الأعلى. نقطة 5 بعد ما حصلنا على السيرم
5 transfer the liquid compound serum into a clean tube using a باستر بيبتي. بعد ما حصلنا على السيرم راح ننقله على الى تيوب نظيف بواسطة بليتة اللي ندعيها تدعى باستر بيبتا. ما بعدها بعد ما نقلنا السيرم الى تيوبة نظيفة راح نحصل the samples should be maintained، راح نحفظها بدرجة حرارة من 2 إلى 8 سيليزية. طبعا بعد ما حصلنا وحفظناه بدرجة من 2 إلى 8 درجة سيليزية نجمده. If the serum is not analyzed immediately the serum should be steroid at 20 سيليزية or lower. يعني بعد ما حفظناه بدرجة من 2 إلى 8 درجة حرارة سيليزية راح إذا ما اشتغلنا بالسيرم بنفس الوقت هذا اللي بعد ما خرجنا السيرم أما نحتفظ به بدرجة حرارة سالب 20 أو أقل، ويجب تجنب بالنقطة اللي بعدها it is important to avoid freeze thaw cycles because this is can be invalidate سيراتين تيست. بعد ما حفظناه بدرجة سالب 20 سيليزية أو أقل يجب تجنب، من المهم تجنب دورات التجميد والذوبان لأن هذه لأن هذه ما تعطي نتيجة دقيقة للفحص اللي إحنا ممكن نجري وممكن يؤدي إلى تحطم السيرم. هسه تحضير السيرم شنو؟ أخذنا الدم الكامل بالنقطة الأولى، الدم الكامل وضعناه بتيست تيوب، بعدها تركناه بدرجة حرارة الغرفة من 15-30 ديش حتى يتخثر، بعدها نزيل التخثر بواسطة جهاز الطرد المركزي 3000 بدورة بالدقيقة لمدة 10 دقائق. بعدها النتيجة نحصل على السيرم، من حصلنا على السيرم راح ننقله إلى يكون طافي، راح ننقله إلى تيوب نظيف بواسطة باستر بيبتا اللي هي التيو، وبعدها نحفظه بدرجة حرارة من 2 إلى 8 سيليزية نجمده إذا اشتغلنا به دايركت. أما إذا ردنا نحتفظ به إلى فترة أطول نحفظه بدرجة حرارة سالب 20 أو أقل، ويجب تجنب ذوبان وتجميد السيرم لأن هذا ما يعطينا فحص دقيق وممكن يؤدي إلى تحطم السيرم. بلازما السلايد الأخير اللي هو السادس، البلازما بريشن اللي هو تحضير البلازما. تحضير البلازما مشابه لتحضير السيرم تماما ما عدا انه هو نضعه بتيوبات معاملة بمضادات تخثر اللي هي collect whole blood into anticoagulant treated tubes، نضعها بتيوبات معاملة بمادة التخثر اللي هي edit treated. من بعدها بعد ما وضعنا الدم الكامل بتيوبات مع معاملة بمضادات للتخثر راح نزيل الخلايا بالنقطة 2 اللي هي cells are removed from plasma by centrifuge. كذلك راح نزيل الخلايا بواسطة جهاز الطرد المركزي 3000 دورة بالدقيقة. النقطة 4 راح نحصل على السيرم اللي يكون البلازما اللي تكون طافية نحو الأعلى، كذلك ننقلها بالنقطة 4 immediately transfer the liquid compound plasma into a clean tube using a باستر بيبتيد، كذلك ننقل البلازما إلى تيوب نظيف بواسطة الباستر بيبتيده، نحتفظ به بدرجة حرارة من 2 إلى 8 سيليزية إذا اشتغلنا عليه دايركت، وإذا احتفظنا به لفترة أطول ممكن بدرجة حرارة سالب 20 أو أقل. من المهم كذلك تجنب دورة التجميد والذوبان لأن هذا لا يعطي فحص دقيق ويؤدي إلى تحطيم البلازما.
هسه الفرق بين تحضير السيروم وتحضير البلازما هو فقط انه البلازما نضعها بتيوبات معاملة لمضادات للتخثر اللي هي اديت تريتد، اما الطريقة كلها نفس طريقة تحضير السيروم.